نتعرف أكثر على حالة الطقس. تقول إدارة الأرصاد الجوية إيه اللي تقول مو إحنا، أن هناك نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار. طبعا إذا ده من الأرصاد الجوية اللي تقول معناته هو مصدر موثوق، وأيضا تقول أنها راح تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، وطبعا أكيد على بعض المناطق، وراح تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 قدم. بما أن الأرصاد الجوية تقول، إحنا طبعا يبنى المراقب نفسه، مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي، صبحك الله بالخير، حياك الله ويانا. بما أنكم تقولون إدارة الأرصاد الجوية تقول، قبل أدخل على الغبار اللي جاي، صار عندنا هاجس أو فكر أو نقول ثقافة جديدة علينا، تأثرنا عاصفة ترابية قبل مرتين، يعني عاصفة غبارية خلينا نقول جاتنا مرتين هالسنة. الحين من نقول غبار الكل على باله عاصفة غبارية، بس نبي نفرق علشان الناس أيضا تطمن أكثر. أول شيء صبحكم الله بالخير والله يعطيكم العافية. ثاني شيء نتمنى التوفيق حق طلبتنا، الطلبة والطالبات في اختبارات الثانوية العامة إن شاء الله. مثل ما تفضلت اخوي سعود، ان الحين صار يعني بعد العواصف الرمليه، هي مو عاصفتين، هي عواصف الرمليه اللي تاثرنا فيها في الفتره السابقه، اصبح الحين من اداره الارصاد الجويه تصدر اي تنويه او تحذير، او حتى لو نكتب بالنشرات العاديه اخبار، فالناس على طول حطت ببالها انها تكون عاصفه رمليه. احنا خلينا نميز اول شيء، العواصف الغبارية أو الساند وول أو العواصف الجدارية لها أنظمة جوية معينة وتحدث في مواسم معينة. يعني الفترات الانتقالية هي شائعة حدوث مثل هذه العواصف الرملية اللي تتحرك مثل الجدار الغباري بحكم الأنظمة الجوية المؤثرة، ولكن بالصيف دائما تكون، احنا خلينا نقول يعني توني اسولف فيها، ما يقول الغبار كويتي، الأجواء مغبرة، ليش؟ نشاط الرياح، واحنا يعني بيئه صحراويه ومناخ صحراوي، لو ما تعودنا عليه، يعني تعودنا علينا يعني الغبار المثار او الغبار المحمول، فخاصه احنا الان في فتره البوارح ونشاط الرياح الشمالي الغربي راح يستمر ويانا طول فتره الصيف، فالغبار اللي راح نتاثر فيه اليوم غبار يعني خلينا نقول متوسط، من خفيف الى متوسط، يعني نفس الصور اللي قاعدين نشوفها حاليا هذه، ولا هذه تكون صور يمكن من هذه ممكن يعني لا هذه يعني منخفضه حيل الرؤيه فيها، هذه يعني اتوقع صور من العواصف الماضيه اللي تاثرنا فيها، اخف من هذه الشده، متوقع من خفيف الى متوسط. بعض المناطق الصحراويه غرب البلاد ممكن تنخفض الى اقل من 1000 متر في أقصى الغرب، لأن ليش؟ يعني دائما رياح البوارح تكون على مثل المجاري أو مثل أغسطي لها مجرى معين، مجرى معين دائما تكون تركيزها على المناطق الغربية. بالليل بعد يعني مع دخول المساء تنتقل إلى البحر، هذه بطبيعة درجات الحرارة، الفرق بين الحرارة في اليابس والماء، ولكن بالنهار دائما تكون على المناطق الغربية من الكويت. ممكن المناطق السكنية اللي راح تتأثر فيها يعني بعض المناطق اللي في مدينة الجهرة، بعض صباح الأحمد ممكن تتأثر فيه، تنخفض الرؤية 1500 إلى 2000، ولكن المناطق السكنية المناطق الساحلية الأمور إن شاء الله يعني مستقرة، في نشاط هواء شوي، كذلك البحر في ارتفاع بالأمواج، ولكن لا تصل إلى حد العاصفة. بشكل عام ممكن الناس اللي عندهم ربو أو يعانون من حساسية شوي لازم يأخذون احتياطاتهم في هذه الفترة. إحنا نتكلم عن متى تقريبا متوقع أنها تبدي وكذا راح تستمر الفترة. إحنا متوقع الآن بدأت تنشط الرياح على المناطق الغربية، متوقع أن تبدأ الغبار المثار من الساعة 11 الظهر تقريبا يستمر إلى 4 العصر تقريبا. احنا حاطين التحذير الجوي يعني من الساعه 9 الصبح الى 7 بالليل، هذا الاقصى يعني يمكن يعني هذا اقصى حد الى هذه العواصف، او الى عفوا الى الحاله الغباريه المتوقعه، يعني الى اخر ساعات النهار تبدا تخف الرياح تدريجيا، وكذلك تترسب الغبار المثار على المناطق الغربيه تدريجيا. كلامك عبد العزيز يعني ماكو بحر اليوم، لا ما ننصح بحر، ما ننصح يعني. انا ودي اقول لك معلومه ابو سعود، بما انك راعي بحر، دائما احنا في البوارح يكون نشاط الهواء بالنهار على البر، يعني اذكر احنا حتى اذا نزلنا بحر خلينا نقول من فيلتش او شرق يكون دوك ترى، يعني الاجواء زينه حق البحر، لانه يتركز سرعه الرياح على المناطق الغربيه من الكويت، ولكن بالليل فتره البوارح يشد الهواء على البحر فترتفع الامواج، فلهذا السبب احنا ذكرنا بالتحذير ان ترتفع الامواج الى اعلى من 7 قدم. يعني ننزل الصبح البحر، بالليل ما ننزل قبل العصر قبل العصر قبل الظلم الدنيا يكونون رادين.
من خلال كم يوم هذول اللي طافوا من خلال نشرات المواقع الإخبارية في العالم بشكل عام، يعني ذكروا أن وصلت درجة حرارة في 10 مناطق اللي هي تكون أعلى درجة حرارة في العالم بشكل عام، 9 منها بالكويت، صحيح الكلام وأولهم الجهرة؟ والله احنا دائما في هالفترة متصدرين في درجات الحرارة. طبعا الفترة اللي طافت وخلنا نقول الأسبوع اللي طاف يعني حصل ارتفاع في درجات الحرارة، وهو تقريبا يعني طبيعي، مو أول مرة تصير، احنا متعودين على شهر 6 خاصة في فترة أنا حسيت وايد مبكر جت هالسنة هذه المستويات المرتفعة، يعني حسيت أبكر من كل سنة. هذا سؤال متردد، سؤال متردد دائما يقول ندش علينا بسرعة الصيف. هو لو بنرجع حق الداتا، وفعلا أنا رجعت حق الداتا لـ30 سنة ماضية، دائما في فترة الكنة اللي نسميها اللي آخر شهر 5 وبداية شهر 6 ترتفع درجات الحرارة تتجاوز 50. ليش؟ بفعل تغير الكتل الهوائية المؤثرة على الكويت، يعني الكتل الهوائية الربيعية تبدأ تتراجع، مثل منخفض السوداني دائما يكون الأجواء في رطبة شوي تقلل درجات الحرارة، تقدم بعض المنخفضات على شبه الجزيرة العربية وامتداد منخفض السودان الهندي من ناحية الشرق، هذا يؤدي إلى صعود في درجة أو ارتفاع في درجات الحرارة. كذلك الرياح، احنا لو لاحظنا الأسبوع اللي طاف كل أدواق، يعني كل الرياح صح. خفيفة ما في والدور بعد كوس على شيء، خاصة الجنوبية الغربية أخوي أبو سعود أختي معها، الرياح الجنوبية الغربية من يدور الهواء جنوب غربي بالصيف ترتفع فيه درجات الحرارة، لأنه يجي من صوب السعودية أجواء حارة أجواء صحراوية، فالهواء وهو جاي يتشبع في الإشعاع الشمسي في درجات الحرارة أو ترتفع درجة حرارة الهواء. فلاحظنا خفة الرياح أمس واليوم مع تغير الرياح للرياح الشمالية الغربية وكذلك الغبار الخفيف، يعني صار في فرق تقريبا 6 درجات في درجات الحرارة. كنا نسجل 52 و51، أمس كانت 44 درجة مئوية العظمى، فلاحظنا انخفاض في درجات الحرارة. احنا متوقعين اليوم بعد كذلك ما راح نسجل درجات حرارة عالية، ترجع ويانا درجات الحرارة اللي تتجاوز 50 بداية من عطلة نهاية هذا الأسبوع. هذا الحدث أو درجات الحرارة اللي تصدرنا فيها الأسبوع الماضي هي تحدث ولكن يعني مو متكررة كل سنة، يعني صارت ويانا قبل سنتين، مدينة الكويت سجلت درجة حرارة قياسية 52.3 تقريبا، قبل بعد 3-4 سنوات أيضا مدينة الجهارة سجلت درجة حرارة قياسية هم بعد 52.6 يعني ماخذين كأس العالم درجات الحرارة متصدرين طيب يعني الحين احنا نتكلم بهالطريقة وحضرتك قلت اذا راح يكون في هناك انخفاض وعودة للارتفاع وانخفاض وعودة للارتفاع، بس بشكل عام يعني نتكلم هالصيف راح يكون اقسى من غيره من المواسم اللي مرت علينا، ام هي معتادة بس احنا ننسى يمكن ايش كثر كان حار الموسم اللي فات فنحس ان هالموسم اقسى من الموسم اللي قبله؟ اي نعم بالضبط، احنا متوقعين الصيف هذا الى الان يعني ما بينت ملامح الصيف، ولكن للحين ما بينت ملامح الصيف. والله بالنسبة لنا احنا كل 3 شهور نسوي أبديت أو توقعات بحسب تحديث النماذج المناخية، يمكن عندنا. احنا اللي مو وايد مطلعين عندنا تبدي هذه العلامات لما تكييف السيارة ما يلحق معانا عندنا انه خلاص انه ما اي انت سألتيني عن درجات حرارة ايه. فإذا بس بجاوبك على درجات حرارة لابد ان تكون المعلومة دقيقة شوي ايه. بس انه يعني الصيف راح يكون في يعني في معدلات الطبيعية، ولكن وجهة نظري ان الصيف من هذا راح يكون مغبر. بنيت هذا الرأي وهو رأي خاص فيني على الداتا اللي عندنا أو خلينا نقول تاريخ الصيف اللي السنوات الماضية، وإن شاء الله بإذن الله سوف يكون الموسم القادم موسم ممطر كذلك إذا يعني حسبه يعني من الظواهر المناخية اللي تأثر على المنطقة بشكل عام، الهستوري اللي عندنا في الإدارة، متوقع أن يكون صيفنا مغبر والموسم القادم بإذن الله موسم ممطر إن شاء الله. إن شاء الله ممطر غزير عشان لا نغرق نفس كل سنة إن شاء والله الله. والله إن شاء الله. تصير أمطار زين أمطار خير إن شاء الله إن شاء الله. عبد العزيز دائما المتعارف عليه أو الشخص العادي يقول لك بالنهار وايد حر، بالليل المفروض تنزل درجة الحرارة. إحنا لله الحمد والمنة نهارنا حار وليلنا حار. مشلبة درجات الحرارة. إيه يعني شيء غريب، يعني حتى أمس مثل ما قلت أنت 44 درجة الحرارة بالليل، يعني قاعد أتكلم عن فوق الساعة 9 تقريبا، فليش مستمرة الحرارة؟
هي بحكم الطبيعه الجغرافيه لدوله الكويت اخوي وسعود، انه الرياح السائده في دوله الكويت اما شماليه غربيه او جنوبيه شرقيه. فاذا كانت الرياح السائده بالصيف شماليه غربيه، فلو نبي نتتبع مصدر هذه الرياح، احنا دائما يعني درجات حراره نقيس درجه حراره الهواء، فلو نبي نتتبع درجة حرارة أو مسار هذه الرياح فيأتينا من تضاريس من صحراء يتشبع في درجات الحرارة، فبالتالي أن نهارنا كله حار بسبب شدة أو الرياح هذه تمركز الإشعاع الشمسي على سطح الأرض، وبالليل تجيك الهواء حار. فبالتالي خاصة مع بداية تأثر البلاد في المنخفض الهندي اللي تلقى الشمال الرياح الشمالية معزمة بالنهار وبالليل، فلا هو بالنهار ولا هو بالليل. صحيح. فبسبب هذا الموقع الجغرافي والأنظمة الجوية اللي تأثر علينا في فترة الصيف تكون درجات الحرارة عالية. طب الحين في يعني نتكلم بهالمواضيع يبالنا وايد يعني يمكن فئات من الناس اللي يمكن تعتمد على في حياتها على مثل هذه الدرجات يعني في انخفاض، شلون ممكن تتعامل مثل المزارعين؟ نعم. شلون ممكن انهم يتعاملون مع هذه درجات الحراره؟ شلون ممكن انهم يحافظون على المحصول انه ما يتاثر في ظل هذه القساوه نقدر نقول من درجات الحراره المستمره معنا على ما يبدو؟ نعم، بالنسبه حق المزارعين هناك اجراء يتخذها المزارع في يعني خلينا نقول ظاهرتين، وهي المتعارف عندهم ارتفاع درجات الحراره وكذلك الصقيع في فصل الشتاء. في درجات الحراره يعني من جلستي مع بعض المزارعين انه يرشون دار ما دار المحاصيل اللي يرشون عليها ماء عشان التبريد، كذلك يحرصون المزارعين على المحميات سواء المحميات المكيفه او انه يغطونها في الروكليل الاخضر هذا، وعندهم بعض الاجراءات كذلك في فصل الشتاء والانخفاض درجات الحرارة أيضا هناك إجراءات اتخذها المزارع. أنا ودي بس أنوه على نقطة، بما أن إحنا في فترة الصيف الآن والناس يطلعون بحر سواء للسباحة للجزر للنزهة أو للحداق، يعني الأيام الجاية راح تكون درجات الحرارة جدا مرتفعة، أيضا مع تقلب الرياح للجنوبية الشرقية ترتفع درجات نسبة الرطوبة، فبالتالي إنه يزيد الإحساس في الرطوبة، أحيانا الواحد إذا بالبحر ما يحس في شدة الحرارة. أيوة. فيؤدي إلى شنو؟ إلى ضربات الشمس. إحنا يعني بالتواصل مع بالترتيبات مع وزارة الصحة كثير من حالات الإغماء ضربات الشمس تحدث خاصة في فترة الصيف، الواحد ما يحس بنفسه إذا هو مثلا قاعد يتسبح يعني ما أخذت الوناسة والسوالف فما يحس بنفسه فتحوشه ضربات الشمس. يعني احنا بدنا ننوه اخواننا المواطنين المقيمين بهذه النقطة، خاصة ان درجات الحرارة راح تتجاوز تتخطى حاجز الخمسين، كذلك الرياح ما راح يكون يعني فيها رياح في هواء ان الواحد يعني يصير الاجواء لطيفة شوي، راح يدوق الهواء راح يحس باختناق خاصة في البحر. نعم. مراقب تنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك وبارك الله فيك. حياكم الله والله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا.